شوف 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 ابلع ابلع يا حبيبي. السلام عليكم اخوتي واخواتي التريق. بالمبدا الفيديو حبيت نشكركم على الدعم اللي قدمتوه لنا في اخر فتره، شكرا لكم بزاف. عملي كومنتار الايجابيين اللي ما راكم تشوفوا. فكره فيديو اليوم اخوتي راح ندخل سولو سكواد. يا سولو ما قدرش سولو سكواد، انا ندخل سولو رانك. راح نحاول نجيب الجيم بدون دم يا اخوان، نجيب الجيم بدون ميدكيت. يلا يا حبيبي شوفوا يا اخوان، 31 لاعب في الخريطه. ليش يا قارينا ليش؟ يعني يجي واحد يشتري بي سي مشان يلعب فري فاير يهبط معه 32 لاعب في الخريطه؟ والله مو عدل هذا يا. راح ارجع العب بالهاتف يا اخوان، راح اجيب هاتف جيد والعب بالهاتف. ننزل في بيت المزرعه. شوف واحد مو نازل معنا يا اخوان، ولا واحد. شوف نازل معنا واحد، ورا نحاول نقتله في السماء يا اخوان. تعال راح تموت يا صديقي. اوي هادو بوتات يا اخوان، كيلات مجانا. شوف ابلع يا حبيبي. اين هو هذا يا رميد؟ هذا مو بوت، ما هو بوت يا اخوان. رواح يا حبيبي. زيد شو يقتلني؟ بابا البوتات هادو. What the fuck؟ هذا بوت يا اخواني، لعب افضل من اللعب حقيقي. جيلي طربق هالي يا شتك. بالعقل البوت قارينا شيد البوتات. نحاول نجيب سلاح تلجا ولن نجيب سلاح وانطاب. يا اخي ما عندي اس ام جي، ليش اجيب سلاح؟ هيك نجيب سلاح وانطاب. يلا الى الامام يا اخوان. لو لاحظتوا في الايام الاخيره الخريطه تاع بريكاتوري ما لا توجد في الرانكل. المشكله هذا صرا لي انا فقط، والله انتم ايضا يعني اكتبوا لي في التعليق. نجيب الدم يا صديقي. والله لوت اسطوري التلج. انا الان عندي 5 كيلات. ياه نسيت خدم دمي، والله خدم دمي يا اخوان. لا والله نسيت يا اخوان. يا اخي والله ما راح اعيد التحدي. البوتات يا اخي، كيف راح تلعب معاهم بدون دم؟ وبوت ايضا. نكمل بدمي هك. ليش يا حبيبي ليش؟ والله دمي شويه ويولي فل. هو البوت يخدرني، البوت لازم ما يمسني. لا ايه هتاخذ لوت من عنده. نحي الدم، هات الام بي 7.
نحي الدم يا اخي ليش؟ لا 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 والله فوز. ابلع يا صديقي، راح يرجع عندي الهيد في البروفايل، راح يرجع 100% بسبب البوتات يا اخوان. والله البوتات نعمة، البوتات نعمة يا حبيبي، لكن في الجيم يعني تأتي اللعبة شوية صامتة كيما، يعني مش كيما بالهاتف ينزل معك 50 لاعب بالفايت، فايت اسطوري في البيك تلقى معك 30-20 لاعب في البيك. والله يا اخوان راح ارجع للبلاد يا اخي، من جبت هذا الدم والله حسبت واحد قديم لنا يا اخوان. مين هذا اللي بعت لي؟ شمهاراش انا قابلتك. شو راح اعمل انا بالتوكن الان؟ راح نجيب البويا يا اخوان، راح نجيب البويا، يعني الفطر ما ودم الفطر يعني. اي والله فت على فطر ما اكلته، الفطر ما يحسب، ما يتحسب مع الدم يا اخوان. ها هو الفطر، راح ناكل الفطر. راح اكل فتر. كل كل يا حبيبي. يعني انا بتمنى كل لو اجيب هاد العشرة 12 كيل اللي بقاو، وهي 11 كيل راح يصير عندي 19 كيل يا اخي. متخبيين وين راح تلقاه؟ فتحوه هذا، فتحوه قال لا 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 البوت بوت يا البوت، شوف كيف خلالي دمي. ليش يا بوت ليش؟ تلج 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 يا اخي، البوت وراء الثلج يضربك عادي. والله يعني شوف عندي دم عندي، ما راح استعمل التحدي، راح يبقى تحدي، راح اتخبأ حتى يبقى سكواد الاخير يا اخي. انا في الزون والله، راح يقتلني بوت، ما راح المنعه. والله راح اموت في الزون، راح اموت في الزون. لا شوف دمي 13. لا 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 واحد هنا، مت 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 مت. لا 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 والله قتلته يا اخي، ما يوجد فطر لهنا، لا يوجد، انا من الدروب والله يمسني واحد اموت يا اخوان. 11 كيل عندي، 11 كيل يا اخي، ما يوجد فطر. اين هو الفطر يا قارينا؟ ديرنا اماكن الفطر. ايه ها هو فطر، ها هو راح اكله يا اخوان، اكل الفطر. لا دمي راه يغدروني يا اخوان. والله انا والله عرفته راه يغدرني ابلع يا منار ابلع. والله انا اسطورة يا اخوان، ما راح احاول اجيب الجيم يعني. وقالي كم أربع عباد في الجيم، أبحث عن كسمه،
ابعد عن الفطر، ابحث عن الفطر يا اخوان. الفطر اجيت به الدم، خايف يغدروني يا اخوان. والله ما كون ما راح يغدروني راح اربح يعني. يلا ابحث عن الفطر، والله ما اعرف نلقى لهنا الفطر في هاد المكان، هاد المكان ما نلقى فيه الفطر. اوه دمي معليش، او طلع شوية دم يا اخي. فطر انا ابحث عن الفطر. لا 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 ابلع. لا 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 لا، اثنين بوتات. ابلع يا حبيبي ابلع. هذا صيني يا اخوان. والله جبت البويا جي جي. والله يا اخي كيف، والله انا اسطورة. شوف 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 كيف يعني انا جبت البويا ب 17 كي، كم كيل؟ ب 12 كيل تزيدوني 34، ب 15 كيل تزيدوني 34.